السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ريبحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويا ريت متابعينا يدعمونا بلايك. النهاردة يا شباب هنعمل اثبات سحب ب 12 روبل، يعني ب 12 الف ساتوشي من عملة البيتكوين، هيساوي 1 دولار و5 سنت. الموقع ده يا شباب كنا شرحناه احنا قبل كده ودخلنا على القناة، الموقع ده اهو كنا شرحناه وسحبنا منه 4000 ساتوشي. موقع هو يعتبرش موقع، متصفح، متصفح جميل جدا، وده شكل المتصفح زي ما انتم شايفين. المتصفح يعني ممتاز جدا، وزي ما انتم شايفين ده البيتكوين اللي انت بتاخده من الموقع من المتصفح، دي ارباحك ودي النتائج بتاعته وكل حاجة هتلاقيها هنا، بيديك اضافة بالشكل ده اللي انت شايفه دوت. لو دوسنا على الخانة دي اضافة في المتصفح، بتدوس عليها كده بتفتح معاك الصفحة ديت. اي وقت عايز تعرف رصيدك قد ايه، انت بتشتغل عادي على المتصفح وهو ايه مع نفسه، بيبقى النقطة اللي فوق ديت بتدوس عليه بيفتح معاك ايه الصفحة دي. شكل المتصفح قبل ما تشتغل عليه بيبقى بالشكل ده كده، هتدوس على الرابط هيفتح معاك بالشكل دوت، بتنزل المتصفح وبتشتغل عليه وتبدأ بقى ايه تشوف الخطوات اللي هيقولك عليها تكملها، وهيظهر معاك بالشكل اللي احنا قلنا عليه دوت. لما تيجي تخش هتدوس على الخانة دي كده هيفتح معاك بالشكل دوت، بتسجل بالايميل بتاعك عادي خالص وتتابع الخطوات. والسحب من هنا يا شباب هي كل حاجة عن الموقع. لما نيجي نسحب هندوس هنا كده، هنعمل سحب ب 12000، هيقول لي حل الكباتشا اهو، يقول لي 12146. هندوس اوك، هيقول لك حط المبلغ ولا حط رقم الحساب. هنا عايز رقم المحفظة، هجيب له رقم المحفظة. نسحب على اي محفظة بيتكوين، هنحط هنا رقم المحفظة ونعمل طلب سحب. هيقول لك المبلغ، هدوس له زيرو. وهقول له سحب، هنشوف قال لك ايه. اهو تم نجاح طلب الدفع الخاص بك بنجاح، وسوف تحصل على اموالك قريبا. اول ان شاء الله ما هيجي لي السحب هكمل لكم الفيديو. هنرجع كده على لوحة ال هنرجع تاني على الموقع. عدنا يا شباب بعد ما السحب تم ووصل لنا على المحفظة. لو هنا هتشوفوا كده رصيد يا شباب بقى ال 12000 ساتوشي اتسحبوا، وهنا رصيد هتلاقوا 2 سنت و86 من السنت. لو دخلنا كده على السحب يا شباب، لو دخلنا على صفحة السحب وجينا على الويز دروم هنا ونزلنا تحت كده وحطينا عايزين نشوف السحب وصل ولا لا، هندوس هنا كده وهنحط رقم المحفظة هنا ونعمل بحث. هتلاقي السحب اهو الاول وصل، والسحب التاني، السحب الاول 4000 ساتوشي اللي احنا عملنا لهم فيديو الاول، وده السحب التاني يا شباب ب 12000 ساتوشي. ولو دخلنا كده على الايميل اللي لسه وصلني النهاردة اهي اهو يا شباب، هنترجم كده باللغة العربية اهو يا شباب، 12 تم استلام ايداع بقيمة 12 اهو 12000 ساتوشي، ده رقم المحفظة وده اسم المحفظة. وبكده يا شباب الموقع ده المتصفح ده ممتاز جدا جدا يا شباب، وانصحكم ان انتوا يعني
تشتغلوا عليه. شفتوا لو فتحت الصفحة كده، شوف شكل المتصفح عامل ازاي، شكله جميل جدا وسهل جدا وكل حاجة موجودة فيه. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.